السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي يوميات نسيمة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم بإذن الله طبق اللي هو محبوب عند الصغار والكبار، اللي هو لازانيا بالكفتة وصوص بشاميل. كتجي رائعة في المذاق ومعلكة كذلك، وطبعا المقادير هي اللي سهلة وبسيطة. وغادي ندوزو دابا مباشرة معكم المكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير اللازانيا. هنايا على بركة الله غادي ندوزو المكونات اللي غادي نحتاج. هنايا عندي حبات ديال لازان اللي بهذا الشكل هذا، يمكن لكم تستعملوا حتى اللي كتكون فاشك، هذيك يعني غادي تستعملوها مباشرة، يعني ما تحتاج انها تسلق، اما هذه لازم انها تسلق اول شيء. عندي هنايا جوج حبات ديال البصل اللي قطعتهم على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وعندي هنايا صلصة طماطم، وعندي جوج حبات ديال المطيشه اللي يكونوا كبار حكيتهم على هذا الشكل هذا، وعندي هنايا كذلك 500 غرام ديال الكفته، وعندي زيت الزيتون مع زيت نباتيه اللي مخلطه هي اللي غادي نطيب بها هذا الشيء، عندي البزار والملح وكذلك بابريكا اي تحميره، وعندي الثوم بودر اللي هكا يعني خديتها، تقدروا تستعملوا جوج فصوص ديال الثوم. وهنايا خديت واحد الطنجره اللي درت فيها الماء وضفت عليها شويه ديال الزيت ونضيف ليها شويه ديال الملحه ونخلي الماء حتى يغلى مزيان، عاد غادي نضيف ليه حبات ديال لازان ديالي. هنا غادي نستعمل انا 9 ديال الحبات ديال لازان على حسب 3 ديال الطبقات ديال لازان، كل واحد يستعمل الكميه على حسب افراد العائله اللي عنده، وحتى المول على حسب الحجم ديالو يعني اللي غادي يكون كافيكم. وهنايا مباشره غادي ندوز باش نطيب الكفته، غادي ناخذ واحد المقلاه غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، وغادي نضيف ليها دوك جوج حبات ديال البصل اللي قطعتهم على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف لهم شويه ديال الملحه، وغادي نشحرهم مزيان حتى تدبل ديك البصله مزيان، عاد غادي نضيف ليها الكفته. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا راه بدات كتدبل ديك البصله. هنا من بعد غادي نضيف لها 500 غرام ديال الكفته، المهم على حسب الافراد ديال العائله كيف ما كنقول دائما الكميه كتبقى. هنا غادي نضيف لها البابريكا اي التحميره، وغادي نضيف الثوم بودر، الثوم ديروا جوج حبات ديال الفصوص ديال الثوم عفوا، غادي نضيف الابزار وغادي ندمجهم مزيان مع بعضهم بعض. وهنايا المنسمات كتبقى اختياريه، تقدروا ديروا شويه ديال الزعتر او ورقه سيدنا موسى حتى القزبر المعدنوس، يعني كيبقى اختياري. هنا غادي نضيف صلصه الطماطم، وغادي نضيف لها كذلك حبات ديال المطيشه اللي حكيتهم على هذا الشكل هذا، وغادي نحرك الخليط كله مزيان باش يندمجوا كاملين العناصر مع بعضها بعض. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما بقات كتبخ، غادي نبلع عليها ونخليها تطيب مزيان، عاد غادي نطفي عليها. ودابا غادي ندوز نحضر معكم صوص بيشاميل. وهنايا المكونات اللي غادي نحتاج لتحضير صوص بيشاميل، عندي الملح والابزار، وعندي نصف لتر ديال الحليب، و100 غرام ديال الزبده على حسب واحد 3 معالق كبار ديال الزبده، وعندي جوج معلقات ديال مايزينا اي نشا الذره، وعندي جوج معلقات ديال الفرماج محكوك كيبقى اختياري. بالنسبه للتحضير ديالهم غادي ندير اول شيء الزبده فواحد الكاسرول هكا، وغادي نزيد عليها جوج معلقات ديال النشا، وغادي نحركهم مزيان حتى ما يبقاوش عندي دوك الحبيبات ديال النشا، ندوب كل شيء الحبيبات ديال النشا يدوب حتى نحصل على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد ما دابوا كل شيء الحبيبات ديال النشا، غادي نضيف ليه الحليب ونبقى مستمره في التحريك. هنا غادي نضيف شويه ديال الملح، وغادي نضيف الابزار، و
وغادي نستمر في التحريك. وهنا من بعد معقد على هذا الشكل هذا غادي نضيف ليه الفرماج محكوك وغادي نحركه حتى يذوب داك الفرماج كامل. وهنا من بعد ما طفيت عليه هذا هو القوام اللي غادي تحصلوا عليه، وراه كيجي بنين يعني بهذاك الفرماج اللي ضفنا عليه. وهنايا على بركه الله غادي ناخذ المول اللي غادي نستعمله وغادي نبدي نحط فيه الحبات ديال لازانيا على هذا الشكل هذا. انا هنايا من بعد ما تسلقات عندي لازانيا خديت واحد الورقه ديال الزبده وبديت كنستف فيها لازانيا على هذا الشكل هذا كيف ما واضح في الصوره. هذه العمليه هذه كتساعدكم انه الحبات ديال لازانيا ما يتلصقوش مع بعضهم بعض، وفي نفس الوقت يعني كتسهل الماموريه انكم تاخذوا الحبات ديال لازانيا بكل سهوله وتحطوهم في المول اللي غادي تستعملوه. وهنا غادي ناخذ الكفته ديالي وغادي نضيفها فوق لازانيا على هذا الشكل هذا، نحاول انني نديرها بالتساوي وغادي نضيف فوقها صوص بيشاميل. غادي نستمر هكايا حتى نكمل كل شيء. انا هنايا المول عندي كيهز على حسب 3 ديال الطبقات، كتبقى الكميه على حسب افراد العائله وعلى حسب الحجم ديال المول ديالكم قداش غادي يكون. غادي نستمر هكايا ثاني غادي ندير الطبقه الثانيه، غادي نضيف ليها الكفته وصوص بيشاميل وغادي نستمر هكا حتى نكمل. وهنايا من بعد ما كملتها غادي نضيف ليها الفرماج محكوك. وغادي ناخذ موتزاريلا اللي قطعتها هكايا شرائح غادي نضيفها حتى هي. تقدروا تستغناو عليها تكتفيوا فقط يعني غير بالفرماج محكوك. هنا من بعد غادي ندخلها للفران على حسب واحد نصف ساعه يعني حتى يبان لكم الوجه ديالها تحمر وخذا واحد اللون ذهبي، عاد غادي تطفيو عليها. وهنايا من بعد ما خرجتها من الفران كيف ما كتشوفوا معايا راها باقا كتسبخ باقا سخونه، غادي نرشها بشويه ديال المعدنوس كيعطيها واحد الجماليه واحد النظره اللي هي زوينه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب وتزيدوا تدعموا القناه ديالي اكثر. واللي زار القناه ديالي عن جديد ما ينساش تفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد، وما تنساوش تخليو ليا تعليق وتعملوا لايك باش تزيدوا تدعموني اكثر وتزيدوا تشجعوني انني نزيد نشارك معكم الوصفات ديالي اللي كنعرف. وهنايا اختاريت انني نقطعها ونوريها لكم حتى كيفاش غادي نقدمها. قدمتها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا كتجي معلكه ولذيذه بزاف. نتمنى انكم تجربوها ونتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وخليت لكم الراحه في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.